السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا سباغيتي بالقديد اللي كتجي زوينه زوينه بزاف، اللي غادي نحتاجوا لها ان شاء الله كيلو ديال مطيشه القديد على حسب الكميه اللي بغيتي، ثلاثه ديال البصلات شويه كبار، كنحتاجوا واحد راس ديال الثومه قد هكا كامل تقريبا، كنحتاجوا جوج معالق ديال المطيشه ديال الحك طماطم مركزه، كنحتاجوا معلقه كبيره عامره ديال التحميره، معلقه صغيره بين الابزار البيض والابزار الاسود، كنحتاجوا معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال خرقوم ديال العود، وكنحتاجوا السودانيه مدخنه، هذه غنحتاج لها ان شاء الله حتى الاخر، هي وقزبر ومعدنوس. ان شاء الله غادي نبداو. غادي ناخذوا هكا مطيشه غنكونوا درناها في المغليان، غنزولوا لها فحال هكا القشره ديالها، اللي غنطحنوها ان شاء الله من بعد غناخدو الطحانة ديالنا غنديرو فيها كمية ديال البصلة، الماكينه انا دايره فيا واحد الخير، واحد الخير كبير ما نكذبش عليكم، مهنياني متمرة بزاف، وحتى الوقت كتستغل لي الوقت العظمة، تديري الشغل ديال واحد نص ساعة تقريبا 10 دقائق تتكوني كملتي الخطوة ديالك اللي بغيتي تطحني كاملة. صراحه الواحد ينقص كاع من الفلوس ديال المصروف ديال اي حاجه ويشريها، لان صراحه مهمه بزاف. كنطحنها على هذا الشكل تتخرج ليا فيسه فيسه كامله، شتا دقيقه كنديرو البصله ديالنا هكا، سباغيتي كتحتاج البصله باش كتجي زوينه، غادي نديرو زيت العود، وبطبيعة الحال زيت العود شي حاجة مهمة للسباغيتي، نزيدو في البوطة شوية، كنخليوها حتى تشحر مزيان. بغيتي سباغيتي ديالك تجي زوينه اي حاجه خليها تتشحر لك مزيان تتوقف، ما ديرها شويه باقا شويه شاده، غادي نمشي نطحنو مطيشه. المطيشه ما نطحنوهاش تتولي فحال الحريره تقريبا، واحد الضربه جوج خلينا طريفة صغيرة صغار بزاف ماشي كتر، صافي مطيشة تبقى لينا بحال هكا، منطحنوهاش عاوتاني تتولي بحال الحريرة، كنخليوها معايا على جنب ما تشحرات لينا البصله ديالنا، وغنحتاجو واحد نص كيلو ديال السباغيتي تكون نوعيه ممتازه اللي ما تتعجنش، الزيت ما تكثرش ليها، بالنسبه للثومه لي شويه غادي تعكز باش تنقيها ولا شي حاجه فيسه في الحكاكه كدوزها بحال هكا، الجلوف ديالها
واخا دايره القشره، هيا القشره غتبقى لك الكوب في يدك. ها القشره بقات لينا، الثومه كامله تحت ان شاء الله غادي نبقى. انا درتها هنايا في المقله باش تبان لكم، من بعد ما نبغي ندير سباغيتي ان شاء الله غادي نستعملها في فوقت واحد 4 دقائق وبلا ما نسلقها بلا حتى حاجه، لان داك النشا ديالها هو اللي تيخليها بنينه وزوينه، تيخليها عاقده. تاخذ لينا شويه الوقت باش غادي نشحر، نديرو شويه الملح باش في ساعه تهبط لينا. كنأكد عليكم بان خصها تبقى تتشحر مزيان، تيتذهب لها اللون ديالها مزيان. درت شحر ان شاء الله ورجع معكم. حيت حتى البديل الا كان مقاد على حق وطريق وقوى مزوينين راه تيجي زوين بزاف. تنديرو ترقدو في الخل وكندير ليه العطريه ديال اللي كنت وجدت قبل ونزلتها على الفيديو ديال البروشيت، تنبيتو تقريبا واحد يومين في العطريه عاد اش تنشر. وباش تيجيكم البديت فتيو ما تيجيش قاصح، ما تخليوش بزاف في السطح، تقريبا واحد 3 ايام انا تنحيد ما تنخليش في السطح، صافي 3 ايام تنهبطو. تنديرو في بلاستيكات وكنخشيو في الثلاجه في الفريزر. كنديرو البديت ديالنا دابا تقريبا قد هاد القياس تتقطعو، اللي بغا يخليه عاوتاني كبير على حسب الرغبة ديالك. نديرو حتى هو يتشحر شوية، أنا درت هاد المقلة غير باش تبان ليكم، من بعد إن شاء الله غادي نزيد عليه الكوكا باش يطيب. نبدا نزيد الثومة، كنزيد العطرية ديالي كاملة، صافي كنخليه يتسلى. إلا بان ليكم محتاجين الزيت كنزيدو شوية الزيت، أنا نزيد شوية الزيت ديالو تقريبا غادرت شي كاس ديال العلبة. كنزيد نأكد ليكم أي حاجة كيفما كانت دجاج لحم أي حاجة كتبغي تقلى مزيان. اللحم اللي غندير فيه الخضره هو اللي كنخلي مزيان، اللحم اللي غادي نخضرو غير بالبرقوق ولا بالمشماش ولا شي حاجه ما تنخليهش، كنخليه يطيب على خاطرو في الاخر عاد شتا ندير فيه، تنخليه في الاخر عاد كنخليه يتشحر مزيان تيوقف على المرايقه ديالي. تنخلط بين هكا تنحكو صافي. بعد ما كيتقلى لينا كنزيدو مطيشه،
ان شاء الله دابا غادي غير تقلى واحد شويه، غادي نشدها وغادي نخويها في الكوكوط ونزيد عليها الماء حتى يطيب ليا البديل مزيان، ونرجع نكمل معكم حتى تما ان شاء الله. ان شاء الله من بعد ما كتوقف لينا لاصوص اللي خلينا تخلطات كيطيب فيها البديل، هاد ما تتبقاش فيها المرقه نهائيا، كتخلي على هاد الشكل تشحر مزيان، كنزيدو عليها سباكيتي بلا ما تنسلقوها بلا تا حاجه، كنقسموها بحال هكا غير على جوج، كنديروها غير اختاروا سباكيتي تكون نوعيه جيده ان شاء الله ما غادي تعجب لكم ما والو، وكتجي هكا احسن من انك تسلقيها هادي جديده، داك النشا ديالها تيخطر لك ديك لاصوص كتجي زوينه، ومن بعد كنرغو شويه ديال الماء على حسب اللي غادي يطيب فيه صافي، كنسدو عليها واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق كافيه انها طيب ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد البنات ملي كتوجد لينا السباغيتي ديالنا تناخذوا داك المعدنوس والقزبر اللي خلينا، كنزيدو النص مع السباغيتي كنخلطوه معها، والنص اللي بقى كنزينو به من الفوق وكنزينو بالسودانيه فيمي، والبنات اللي ما تيبغيهاش شويه شاده خليها تطيب مزيان، وديري حساب الملح لان القديد شويه مالح، وعاوتاني البنات اللي ما تيبغيش القديد غادي يديرها بنفس الطريقه، غيزيد يديرها بكفته ولا باللحم، ولا درتيها بالكفته ولا باللحم كديري راس المعلقه صغيره شويه شويه ديال السمن، وتاكدي بان غتجي البنه ديالها حتى هي رائعه وبصحه وراحه.